أحسن الله إليكم أم محمد من جدة تفضل يا أختي أم محمد السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. بالله لو سمحت عن سنة اللي قبل المغرب هي وارثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولا طيب نعم ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فالصلاة بعد المغرب مباشرة حينما يدخل الوقت سنة مستحبة كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون السواري لصلاة النافلة قبل المغرب هنا